خلينا ندخل على ألبوم الذكريات، نبدأ بالصورة الأولى. هبدأ بشاعرنا الكبير سليم حداد يعلق لنا. ده كنا في جمصة، راس البر، المصيف الأشهر، راس البر، المصيف الأشهر اللي على رجل بابا ده حسن، وعلى يمينه أمين، وأنا اللي طبعا كنت شقي جدا فبعمل حوادث كتير جدا، فإيدي متعورة. الأم اسمها إيه أستاذ سليم؟ زكية إسماعيل. زكية إسماعيل، يعني ده عائلة فؤاد حداد بالظبط. الثلاث أبناء، مفيش بنات؟ لا مفيش بنات. الأب والزوجة. ليه علاقة بالشعر؟ ما كانتش حتى بتدخل كده على فؤاد حداد؟ لا أنا ليها علاقة، وتسمعه بيتين على الصبح كده؟ لا هو أنا والدي كان لما بيكتب حاجة لازم يقراها لها، يقراها لها، ولازم، يعني هي كانت المستمعة الأولى أو الذوق الزائقة، ويمكن يعني أنا ممكن يقول لي شعر فيقول لي أقول رأيي، أقول في حاجة ما تعجبنيش، مش مهم إنه ياخد رأيي، إنما كان بيحترم رأيها جدا. طب سؤال لحضراتكم أنتوا الثلاثة، لما بتكتب قصيدة مراتك هي أول واحدة تقراها لها؟ خلاص الإجابة وصلت. لا ما انا ما قلتش، ما انا عندي عادي خلاص. لا انا في عندي اتنين اساسيين، حسن حداد ووفاء زوجتي، دول الاساس. وبعدين بعد ما باخد راي حسن وبسمع كلامه على فكره بقول الامين. طيب دول طيب امين مراتي اول واحد، اول واحد امير مراتي حسام مراتي برضه اتجوز برضه بس بره الهوا هسمع اجابه تانية. ناخد الصوره الثانيه، مين ده يا استاذ امين؟ ده فؤاد حداد وهو طفل. فؤاد حداد شاعرنا العظيم الراحل وهو طفل، ايه 3 4 سنين يمكن. وده فؤاد حداد. ايوه ده صور نادره. فؤاد حداد، فؤاد حداد برضه شاعرنا العظيم. ايوه حسام مالكش تعليق؟ يعني ما تعرفش تقول لنا الصور دي بصفتك الحقيقية؟ دي صورة فيها جده وأمين وأمينة، الطفلة الصغيرة سامية جاهين أخت أمينة، والموجودين على الطرفين أصدقاء العيلة، يعني مش عايز أقول أصدقاء، قرايبنا. احنا تربينا الناس دي موجودة، علاء عباس وما صفوت واسماعيل نبيه وشيرين حازم، الناس دي يعني امامي وخالاتي وعماتي، دي كانت في جنينة الحيوانات على ما اظن. واحمد حداد عائله صلاح جاهين اللي انت بتنتمي يعني مناصفه بنعم. صلاح جاهين انجب بهاء والوالده ومين؟ ساميه. ساميه اللي هي الصغيره دي، الطفله الصغيره. الصوره اللي جايه هاخد تعليق من احمد. ابيض واسود، ده انتوا يعني حاجة. طب سليم انا فوق امين اتفضل. ده مسرح السلام سنه 1985 في مايو، قبل وفاه الوالد بخمس ست اشهر، كان عامل امسيه اسمها الحمل الفلسطيني. الحمل الفلسطيني، الفلسطيني اللي على اليمين دوت واقف، هو الوالد هو اللي في النص، واللي على اليمين واقف ده حسن حداد، واللي على الشمال دي الاستاذه بسمه الحسيني، وكورال الولاد الرجاله اللي كانوا واقفين كانوا من مطابع روزا اليوسف. وهو اللي المكان في كان فين؟ مسرح السلام اللي هو في شارع القصر العيني. والكورال دولت كورال روزا اليوسف من مطابع روزا اليوسف، هو حتى والدي سماهم كورال المطابع، وفضلوا يقولوا معانا امسيات. بس انت شايف الجمهور كتير قد ايه؟ دي كانت اول امسيه الحقيقه يعملها، يعني اول امسيه جماهيريه يعملها من 64. يا 20 21 سنه. يعني بعد خروجه من المعتقل عمل امسيه، عمل فيها حدوته الشاطر حسن اللي الفها مع متولي عبد اللطيف. وبعدين جه بقى لما يعني قبل ما يموت على طول كده، حاسس ان هو زي ما هو قال مره كده، انا لازم اخد حقي من موتي، وتحدى الجميع يعني في ان يعني كان في ناس كتير قالوا ان يعني هتعمل حاجه عن فلسطين، احنا ناقصين ومش عارف ايه وحاجات كده. فعمل هو الحمل الفلسطيني. والحقيقه الشخص برضو المرحوم عبد الغفار عوده
كان ماسك المسرح المتجول في الفتره ديت، وهو اللي يعني اتاح لنا موضوع المسرح السلام دوت مع المخرج احمد اسماعيل ربنا يديله الصحه. الصورة اللي بعديها وناخد تعليق من احمد. احمد قاعد ساكت كده، قول يا احمد. ده فؤاد حداد هو الطفل. الطفل وجدي سليم حداد والده وجدته مامته فينا. لا قول لي بقى الجنسيات كده يعني. مصريين. مصريين مصريين كلهم. ما فؤاد حداد الطفل الام والاب إيه؟ مصريين. بس مصريين. هو الاصول دي قديمه قوي بس هم هقول لحضرتك الام من اصول شاميه لكنها مولوده في مصر. أوكي. يعني عايشه في مصر. الوالد جه اللي هو الجد يعني جدي انا والد فؤاد حداد ده جه سنه 1919 لمصر. ده كان الجد ده كان مولود. الجد اللي موجود في الصوره اللي لابس البدله كان في لبنان بس هو لبناني هو من اصل لبناني. نعم. انا قصدي فؤاد حداد شامل الجزور يعني. لكن هو لكن الجد اخذ الجنسيه المصريه وتزوج الجده وخلفه بقى فؤاد حداد المصري. مع ملاحظه نقولها برضو للساده المشاهدين وخاصه الاجيال الشابه، ما كانش فيه الحدود في المنطقه العربيه. بالظبط. وكان الترحال والتنقل طبيعي. حتى ما كانش حتى فيه توثيق للزواج والحاجات يعني. فكانت الترحالات دي طبيعيه يعني. تمام. ربما النهارده اقول لك انا متجوز لبنانيه يعني حتى ما فيش كلمه شامي يعني. سوري لبناني فلسطيني كده. الصوره اللي بعد كده حسام. مين ده حسام؟ ده احمد حداد. ده احمد حداد الرضيع. ده يعني الوحيد مننا اللي شاف جده. احمد بتهيألي الصوره دي كان عندك شهرين تقريبا او حاجه. دي كانت بتهيألي فاكر يا احمد؟ لا يعني حاول تفتكر. يعني طب عملت ايه؟ 85 ساعه يعني. عملت ايه على رجل جده؟ 85. اللي بعده تفضل حسام. ده كرم مطوع على اليمين ولا انا؟ لا ما انا ما بشوفش من بعيد كده. طيب يعني هو جارنا في الامام الشافعي استاذ جلال كان بيشتغل في مسرح الطليعه. الطليعه كان جارنا في الامام الشافعي. هو كان بيشتغل في مسرح الطليعه وكان دي غالبا سنه 1970 ايام الغول. ايام مسرحيه الغول.